ومع كل اللي بيتابعونا في التغطية الخاصة لبداية الحدث نفسه والسلام الوطني، نروح ونرجع لحضراتكم. Fasten your seatbelt. السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بحضراتكم جميعا معنا. يسعدني ويشرفني أن أكون مع حضراتكم اليوم في احتفالية الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين شركة السادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري. رؤية وأهداف الدولة المصرية واضحة وصريحة وجلية، رؤية تتمركز حول بناء الإنسان والارتقاء بحياة المواطن المصري في كافة وشتى المجالات، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030. ومن هذا المنطلق كانت الرؤية المستقبلية والشاملة لشركة السادات الوطنية نحو تطوير الاستثمار في المجال الرياضي والنهوض بالفكر والوعي بأهمية الرياضة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير سلسلة أندية سيتي كلوب بمحافظات الجمهورية، مع تقديم أفضل الخدمات لأعضائها كنادي اجتماعي ترفيهي رياضي، بما يساعد على زيادة الوعي والإقبال الرياضي، وكذلك اكتشاف ودعم المواهب الرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتشجيع وكذلك تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة، وذلك بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة وشركاء المستقبل. أترك حضراتكم الآن مع فيلم قصير عن شركة السادات الوطنية. مين يقدر يدي الجناح؟ سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم تاه وراح، ويبص في أسهل الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب، دول خطوتين في طريق متاح، هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح، رجلك هنا وحلمك هناك، وخطوط أمل شحنك حماس بتدور على حلمك في ناس، والحلم ده جايلك بالمقاس لو بس قدرت يكون متاح. بكرة ابتدى أول ما جيت، هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، والفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، الفرصة نقلت حل حال، الفرصة شيء من شيء متاح. شركة السادات الوطنية بدأت دلوقتي تغير شكل بكرة من خلال مشاريعها الرياضية والإعلامية في كل مصر. أندية سيتي كلوب 16 نادي في 16 مدينة مختلفة، تم تشغيل 6 أندية منهم،
ألف عضو. شركة سكاي دايف ثيروز أول شركة لرياضات القفز الهوائي في مصر، وشركة بريزنتيشن لايف القائمة على تطوير وتشغيل قناة النادي الأهلي، أفضل قناة رياضية متخصصة من مهرجان الفضائيات العربية، والاتحاد بين البريد المصري واستدات الوطنية اللي هيغيروا محور صناعة الرياضة والإعلام الرياضي وفقاً لرؤية 2030. بكرة ابتدى. شركة استادات الوطنية بتفكر لبكرة وبتغير شكل الواقع الرياضي. الآن مع كلمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استادات الوطنية المهندس سيف الوزيري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، أهلا بكم. في شهور قليلة هي عمر شركة استادات الوطنية، استطاعت أن تكون علامة بارزة في العمل التنموي والوطني بشكل عام، وبالأخص في المجال الرياضي، وبالعمل تحت مظلة استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة. فيطيب لي في البداية وبهذه المناسبة التأكيد على أن شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية هي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي تخطو اليوم خطوة مهمة وكبرى بتطلعها الشامل من أجل التنمية وتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة وطنية من خلال عقد شراكة مع مؤسسة وطنية عملاقة، شركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للبريد المصري. واجهت شركة استادات الوطنية تحديات كثيرة وكبيرة من أجل هدفها، أبرزها كان تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر من أندية واستادات أهلية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وآخر مع هيئة المجتمعات العمرانية للوصول للاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية ورفع كفاءتها وخلق قيمة رياضية جاذبة بنشر الوعي الرياضي وأهميته في بناء الإنسان. فكانت فكرة إنشاء أندية سيتي كلوب كنادي اجتماعي رياضي راقي في أكثر من 15 مدينة مصرية ينافس في مستواه وخدماته أكبر أندية العاصمة، وتمت الاستعانة بخبراء من كل المجالات لضمان تحقيق أهدافنا من هذا المشروع. فأسس سيتي كلوب أكاديميات رياضية بإشراف نماذج مصرية مشرفة من أبطال العالم وأولمبيين في 9 رياضات مختلفة. عقدنا اتفاقيات مع وزارات وهيئات وطنية وكذلك شركات تم اختيارها بعناية لتقديم خدمات سيتي كلوب بالشكل الأمثل على سبيل المثال وليس الحصر: صالات الألعاب الرياضية والألعاب الإلكترونية والمسارح ومركز المرأة التي نوليها في شركتنا اهتمام خاص يتناسب مع أهمية الدور المرأة في المجتمع. ممارسة الرياضة حق الكل مصري، وما كانش ينفع نشوف المصريين بينهم وبين حقهم ده ألف سد. عشان كده شركة استادات الوطنية اتحركت لإنشاء أندية سيتي كلوب، وفي مارس 2020 بدأت مهمة تمهيد الطريق لجيل بكرة بتوقيع اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة. استلمت شركة استادات الوطنية 16 استاد محلي في 16 مدينة مختلفة في مصر من جنوبها لشمالها، عشان تبدأ قصة سيتي كلوب، قصة كل رياضي موهوب خارج العاصمة في مصر. طورنا في أقل من سنتين أندية ومنشآت رياضية على مساحة 219 ألف متر مربع، فيهم 75 ملعب لرياضات مختلفة وصالات مغطاة وجام ومطاعم ومناطق للأطفال،
وأنشأنا أكاديميات في 13 رياضة جماعية وفردية: كرة القدم، السلة، الطايرة، اليد، السباحة، الجمباز، الاسكواش، التنس الأرضي، الكاراتيه، الجودو وألعاب القوة، وفيها وصلنا لاحتضان 5696 مشترك. أسست الأكاديميات على إيد 31 من نجوم الرياضة الحاصلين على بطولات عالمية وأولمبية زي هاني رمزي وعبد الواحد السيد، وكمان زي ضياء السيد وعصام الحضري اللي تعاقد معهم المنتخب الوطني، وزي مهند مجدي وفريال عبد العزيز في الكاراتيه، باسل الغرباوي وهشام مصباح في الجودو، أحمد الأحمر وأحمد صلاح وحسن يسري وطارق خيري، ونجوم كتير جدا من منصات التتويج لأكاديمياتنا عشان ينقلوا خبراتهم لمواهب سيتي كلوب. غير 450 مدرب محترف من أفضل المدربين في مصر في كل الألعاب موجودين في التدريبات يومياً. ولأننا بنفكر في بكرة ومؤمنين بالتطوير والشمول المالي، وقعنا بروتوكولات مع شركة بيل المدفوعات الإلكترونية وإي فاينانس وشركات كتير غيرهم عشان تكون كل تعاملات الأعضاء في النادي ذكية، وبروتوكول مع شركة جرين لبيع منتجات ستاربكس في كل فروع سيتي كلوب، ونظمنا حفلات مجانية في الفروع عشان يكون نادي رياضي اجتماعي ترفيهي متكامل، وقدرنا نوصل النهاردة ل 17,000 عضوية عائلية في أندية سيتي كلوب بنخدم بيهم 60,000 عضو بيعيشوا في 6 أندية تم افتتاحهم أوقات ما كانوش بيعيشوها قبل ما ندخل المدن دي، بيتجمعوا ويمارسوا رياضتهم في أمان وبأعلى وأفضل المعايير العالمية وتحت إشراف مدربين محترفين وبأسعار مناسبة جداً ليهم. المشوار لسه طويل، بس الهدف يستاهل كل نقطة عرق وكل دقيقة سهر بنبذلها عشان نحققه، إن كل مصري في كل مدينة وفي أي سن يقدر يمارس الرياضة. ده مش حلمنا، ده واجبنا ناحية جيل بكرة. أندية سيتي كلوب من شركة السادات الوطنية لجيل بكرة. خطت السادات الوطنية خطوة هامة نحو الجماهير الرياضية والمشجع المصري، فجاءت الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي نتج من خلالها الاستاد الخاص بالنادي الأهلي ونادي الأهلي بالأقصر، أول نادي جماهيري كبير في منطقة الصعيد. وعملنا على تطوير قناة الأهلي بالتعاقد مع مجموعة من أفضل نجوم التحليل والتقديم الرياضي واستضافة أهم الشخصيات الرياضية العامة، ما أهلها للفوز بجائزة أفضل قناة رياضية من مهرجان الفضائيات العربية بعد عام واحد من التطوير تحت إدارة شركة Presentation Life. ولما كان التعليم مضماراً لا يمكن غض البصر عنه، فقد قمنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير قناة مدرستنا لتقديم برامج التعليمية لطلاب مصر التي حازت على قبول جيد من المواطنين. أحياناً بتسأل ليه نتفرج على قناة الأهلي؟ مفيش نجاح بالصدفة. من البداية قناة الأهلي عارفة هدفها، قلوب وعقول الجماهير، إعلام واقعي وطفرة في الإعلام الرياضي. في قناة الأهلي أفضل التقنيات العالمية، سهرات يومية وإسبوعية مع ألمع نجوم الرياضة والفن. هات قناة الأهلي هتشوفني. أقوى مباريات الألعاب الجماعية، الدوريات الأوروبية، التغطيات الحصرية، أكثر القنوات مشاهدة على اليوتيوب، وعدد مراسلين في جميع أنحاء العالم، من العاصمة النمساوية، من باريس، واشنطن، لندن، جوائز محلية وعربية، تغطية أقوى الأحداث والمؤتمرات، فريق عمل متكامل في البث الفضائي والإنتاج الفني. ومش بس كده، بنعرض لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي دائما، برنامج الأهلي في المونديال مختلف، نفس الكلام اللي اتقاله أو اتاخد من تصريحات الكابتن محمود الخطيب، هي من الواضح إنها سياسة عامة والكل بيمشي عليها. إحنا قناة الأهلي كلام له تاريخ، إحنا صوت الرسمي لأعظم نادي في الكون، إحنا صوت أعظم نادي في الكون.
إطلاق قناة مدرستنا الثانوية العامة. يسعدني شخصيا ويسعد وزارة التربية والتعليم كلها أن احنا نقدم لحضراتكم للسادة أولياء الأمور والسادة الطلاب محطة تانية من مجموعة مدرستنا اللي أطلقتها الوزارة هذا العام كمصدر أساسي من مصادر التعلم اللي متاحة لأولادنا في مصر كلها. إنتاج المواد التعليمية بتقنية الواقع الافتراضي، شرح جميع المواد الدراسية للطلاب الثانوية العامة، والجهة 90 ناقص 6 هي الصف 3/5. هنبدأ بأول مهارة تهمني اللي هو الإشبريشن، التحدث. انطلاقة جديدة للسياحة الرياضية في مصر. إن قصة الشراكة بين شركة استادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار لرفع رأس مال شركة استادات الذي وصل إلى 1,000,000 جنيه بدأ الإعداد لها منذ 10 شهور تقريبا بإجراء عملية تقييم شاملة لأصول شركة استادات الوطنية من خلال شركات متخصصة في التقييم باحترافية كبيرة، هما شركة فارز التابعة للبنك الأهلي وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC، ونتج من ذلك تقييم لشركة استادات وصل إلى 5 مليارات جنيه. في اتفاقية الشراكة بين شركة استادات وشركة البريد للاستثمار هي نقلة نوعية فارقة في سوق الاستثمار الرياضي، وذلك في سياق استراتيجية الدولة للتنمية 2030 ومشروع القرن حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة التي جرى التوافق عليها من خلال الاهتمام بالشباب ورفع الوعي الرياضي وتوسيع رقعة الممارسة الرياضية في كل الألعاب سواء في أندية سيتي كلوب أو أندية أخرى. فاليوم نعلن عن تأسيس شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية المملوكة لشركة استادات، وأيضا لإدارة المشاريع والمنشآت الرياضية التابعة للشركات الأخرى في المدن والمحافظات على امتداد مصرنا الحبيبة. كانت تحديات كبيرة وأهداف كثيرة في الرياضة نحملها في قلوبنا وعقولنا، أهداف تسير بنا نحو مصر 2030
ولما كانت هذه هي عقيدتنا وجدنا من يشاركنا في شغفنا لعقد شراكة تضمن تحقيق هذه الأهداف التي تتلخص في تذليل العقبات أمام كل مصري حالم بتحقيق ذاته رياضياً، خلق فرص رياضية جاذبة للاستثمار، استضافة مزيد من الأحداث الرياضية الدولية والعالمية، أن يكون لكل موهوب فرصة، والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات المصرية من خلال أندية سيتي كلوب، أن نساهم جميعاً في تحقيق رؤية مصر 2030 من منظور تطوير صناعة الرياضة المصرية والاستثمار الرياضي. وفي النهاية إنني أشكر جميع أجهزة الدولة على دعمها اللامحدود، أشكر جميع شركاء شركة استادات، كما أشكر الحضور الكرام وأوجه شكري الخاص إلى جميع موظفي شركة استادات، وشكرا. شكرا للمهندس سيف الوزيري على هذه الكلمة. السيدات والسادة الحضور الكرام، البريد المصري تأسس في عام 1865، وهو واحد من أقدم مؤسسات الدولة وأعرقها. هو هيئة اقتصادية اجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق خطط الدولة الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وحيث أننا نفخر دائما بتاريخنا وحضارتنا وأننا أحفاد قدماء المصريين، يقدر بالذكر أن تاريخ أول وثيقة جاءت الذكر في البريد عنها يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عشر حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، وكانت وصية من أب لابنه تكشف أهمية صناعة الكتابة والمستقبل الذي ينتظر الكاتب المصري. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا يلعب البريد دوراً حيوياً في حياتنا اليومية، وتم تطوير وتحديث خدمات البريد بشكل كامل وكبير جداً، وبدأ مرحلة من التحول الرقمي، مما يساهم بدور أكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد ودعم المجتمع ليتواكب مع الجمهورية الجديدة. كلمة الأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، إننا إذ نقف اليوم محتفلين بإبرام شراكة فريدة من نوعها بين كيانين مهمين كل في مجاله، نشهد تجديد مرحلة جديدة من العمل النوعي تستند إلى كفاءة الإدارة وعمق الرؤية والسعي إلى تطوير الرياضة والاقتصاد، انطلاقا من أنهم قاطرتان للتنمية والتحديث، كل منهما يشكل موردا مهما للنمو والقوة الناعمة. إن الخطوة الشراكة بين شركة البريد للاستثمار وشركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية التي انطلقت أكتوبر الماضي باتفاق استحواذ على حصة بالشركة تمثل انطلاقا مهما للعمل المشترك وتضافر جهود المؤسسات الوطنية من أجل تطوير النشاط الرياضي وتعظيم عوائده والدفع في اتجاه تحديث تلك الصناعة الضخمة بما يحقق أهداف في التنمية والترفيه واكتشاف المواهب على أكمل صورة ممكنة. تلك شراكة الطموح تأتي في إطار خطة متكاملة لشركة البريد للاستثمار للتوسع استثماريا في قطاعات وأنشطة جديدة ودخول سوق الرياضة والترفيه ومراكز اللياقة البدنية باعتبارها سوقا واعدا للعمل وبوابة مهمة للتنمية مكونا أصيلا ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. استسمع بتطوير آليات حديثة للعمل وتحسين معيشة المواطنين نوعيا واكتشاف ورعاية المواهب وتحقيق غاية الدولة الوطنية في الوصول إلى مجتمع صحيح ومعافى، ذلك يصب في اتجاه تطلعاتنا نحو زيادة العمل والإنتاج وتحفيز النمو ودفع السوق والناتج المحلي إلى الأمام. نسعى من خلال الشراكة النوعية إلى الاستفادة من قدرات سوق الرياضة والترفيه وتنميتها
وزيادة أسهمها في الاقتصاد الكلي عبر تطوير أدوات العمل بالمجال والاستعانة بآليات الدفع الإلكتروني والاستعانة ببرامج التحول الرقمي وتوسيع خريطة انتشار الرياضة وأنشطتها في المحافظات والمدن المختلفة من خلال زيادة عدد أندية سيتي كلاب وفروعها. لدينا حاليا 15 ناديا وإن شاء الله في إطار الزيادة عن قريب. إن تلك الخطوة تنطلق من رؤية اقتصادية ووطنية عمادها السعي إلى تطوير صناعة الرياضة ورفع مستويات العناية بالصحة وجودة الحياة وبنشر الأندية وممارسة الرياضة وإتاحتها لكل الفئات على مستوى واحد من الجدارة بما يلبي تطلعات المستهلكين ويدعمهم نفسيا وينزود منسوب الانتماء. وإلى ذلك نتطلع في شراكتنا إلى الاستفادة من حالة الاهتمام النامية بالرياضة والسعي إلى اكتشاف مهارات أبناء الأسر وتنميتها والدفع باتجاه تكوين قاعدة عريضة من الرياضيين أصحاب الكفاءة. ستعمل شركة البريد للاستثمار على تشديد وإدارة مراكز خدمة متطورة في كل فروع أندية سيتي كلاب إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل والإدارة بغرض التحول بتلك الصروع من منشآت رياضية تقليدية إلى مجتمعات تنموية ومؤسسات خدمية متكاملة مع إضافة خدمات تعليمية صحية وثقافية وترفيهية مع العمل على تعظيم الأصول العقارية والقيمة الاستثمارية وتطوير العلامة التجارية والدفع باتجاه تحديث خدمات الإعلام والاستفادة من القنوات الرقمية. إننا إذا نحتفل بإطلاق شراكة بين شركة البريد للاستثمار وشركة السداد رسميا نشن مرحلة جديدة من الاستثمار في القطاع الرياضي. نستعين بالقدرات اللوجستية والبشرية المتاحة لدى المؤسسات الوطنية تعمل في اتجاه تطوير القطاع ورفع كفاءته ووضعه في القلب المنظومة الإنتاج والنمو. ونثق أن تلك الخطوة ستكون بداية تتبع خطوات وحافزا يقود آخرين من المستثمرين والعاملين بالسوق إلى تكرار التجربة والاهتمام بالرياضة والترفيه على وجه يسمح بنفاذ الخدمة للمواطنين بأفضل صورها. دمتم جميعا وطابت مساعي المخلصين من أبناء هذا الوطن وشكرا لكم على الحضور ومباركة هذه الشراكة الاستثنائية بين كينيين وطنيين عملاقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار. أدعو حضرتك للبقاء معنا على خشبة المسرح. والآن يسعدني أن أدعو المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السادات الوطنية للصعود إلى خشبة المسرح. كذلك أدعو الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري للصعود إلى خشبة المسرح لتبدأ مراسم توقيع هذه الشراكة.
إذا ألف مبروك توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة السادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري. الآن تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي ويبدأ السادة الحضور بإلقاء الأسئلة. نرجو من سيادتكم في البداية التعريف بالاسم والجهة، فلتتفضل. هل هناك من أسئلة من السادة الصحفيين الإعلاميين من السادة الحضور؟ أذكر حضراتكم مرة أخرى بالتعريف بالاسم والجهة، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم رضا، صحفي من جريدة الموقع اليوم السابع. تحياتي للجميع وألف مبروك على هذه الخطوة الكبيرة. تحياتنا لكل الحضور الكريم. كان عندي سؤال موجه للمهندس سيف الوزيري. تردد يا باشمهندس انه شركه السادات الوطنيه لديها خطه لاقتحام السوق الافريقي تمهيدا للتواجد على الساحه الاقليميه والدوليه لاقامه واداره منشات رياضيه. ممكن حضرتك تحدثنا عن هذه الخطه الطموحه وتدينا تفاصيل اكثر؟ شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا من ضمن خطط شركة السادات الوطنية هي مش بس فقط التنمية داخل جمهورية مصر العربية، ولكن احنا طموحنا اكبر زي ما قلنا يمكن في البرزنتيشن من شوية. احنا طموحنا ان احنا ان شاء الله نكون لينا دور مهم جدا كمان في تطوير البنية التحتية الرياضية في افريقيا، وده بالفعل كان تم عمل دراسة واستراتيجية، وإن شاء الله بإذن الله في القريب حيتم الإعلان عن بعض المشاريع الخاصة بالمنشآت الرياضية في أفريقيا. هل من أسئلة أخرى؟ صباح الخير. طبعا تحية لكل الحضور. محمد عراقي، صحفي جريدة اليوم السابع. طبعا برضو سؤالي للأستاذ سيف الوزيري، هل دلوقتي خلاص دايما بعد النجاحات الكبيرة لإعلام مصريين والنجاحات الكبيرة في الكرة المصرية دلوقتي في دايما تطلعات عند الجماهير المصرية ان احنا ممكن في يوم من الايام ننظم كأس العالم؟ هل فعلا الشركة عندها خطة طموحة ان احنا نطور البنية التحتية بتاعتنا ان احنا في يوم من الايام نقدر فعلا مصر تستضيف كأس العالم بشكل كامل؟ شكرا. طيب أشكرك للسؤال. هو بالفعل مصر تقدر، يعني مصر تستطيع أن هي تستضيف أي فعالية رياضية أيا كان حجمها قد إيه، وده يمكن اللي شفناه في السنوات اللي جاية واللي احنا شايفينه اللي بيحصل النهاردة في تطوير الدولة من جميع الجهات. طبعا عندنا خطة أن احنا نستضيف فعاليات دولية بحجم كأس العالم وشغالين بالفعل، ولكن هو طبعا ده مجهود دولة بالكامل، مش مجهود شركة واحدة، ولكن النية موجودة والخطة موجودة وبالفعل في خطوات اتخذت على الأرض، مش لبطولة بعينها ولكن لعدد من الفعاليات الرياضية الدولية. ويمكن يعني شايفين برضو كان اوريدي حصل في السنتين اللي فاتوا بالفعل من كأس العالم للهاندبول، في كأس العالم للدرجات للشيش، فاحنا الحمد لله احنا يعني دي مش حاجه جديده علينا حته التنظيم الفعاليات الكبيره، ولكن احنا الحمد لله شغالين على السكيل الاكبر وباذن الله هيكون في خطه كامله للاستضافات دي. نورهان طمان من قناه الاهلي. كنت عايز اسال عن تفاصيل الشراكه واهدافها والآليات اللي هتتم في الأيام القادمة. شكرا. تفاصيل الشراكة عامة احنا زي ما استاذ سيف قال تم تقييم اصول شركة سيتي كلوب واستادات بمبلغ معين، واحنا دخلنا بجزء كبير من هذا التقييم كزيادة رأس مال لتمويل اعداد النوادي الباقيه وزياده حجم الاموال الخاصه بتنميه تلك النوادي وتطويرها. دي التفاصيل اللي نقدر نشرحها دلوقتي نظرا لاهميه الموضوع، فاحنا يعني عامه نتمنى من الله ان احنا في خلال العامين القادمين يكون عندنا شركه سيتي كلوب
خاصة زي ما قلنا بنطور النوادي من أنها تبقى نوادي رياضية إلى مراكز تنموية يكون فيها خدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى السعي إلى زيادة عدد النوادي التي تدار من خلال قبل شركة سيتي كلاب وبالتعاون مع استادات أستاذ سيف. طيب، هو طبعا وجود البريد المصري كشريك لشركة استادات في الفترة القادمة احنا يمكن هنبتدي نشوفه على الأرض أكتر من ان احنا نحكي عنه. طبعا البريد المصري موجود في قلب، يعني نقدر نقول الشعب المصري بالكل، فهنستفاد ان شاء الله من القصة دي او هنعزز الشراكة بوجود البريد المصري داخل أندية سيتي كلوب بتقديم جميع الخدمات اللي هو بيقدمها، وده بيساعد طبعا على الانتشار. وكمان مش بس كده، احنا بنتكلم على عندنا خطط لكيفية اكتشاف المواهب عن طريق يعني احدث التقنيات اللي موجودة النهاردة عالميا، واللي ان شاء الله هنعلن عنه قريب جدا لبرنامج اكتشاف المواهب الرياضيين. شكرا. سؤال آخر. مساء الخير، ريهام حمدي، صحفية في موقع كورة بلس. طبعاً بعد إعلان الشراكة النهاردة، هل التوافق بين شركة استادات وشركة البريد المصري هتساهم في أننا نشوف خلال الفترة اللي جاية نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في جميع محافظات مصر مش بس القاهرة؟ شكراً. ده اكيد، واحنا اوريدي كنا ابتدينا كمان من فتره، كنا اقمنا في الصيف اللي فات عدد من الحفلات، وتم الاتفاق بالفعل ان احنا ان شاء الله هنستمر في وجود الحفلات الترفيهيه وتقديم افضل الخدمات لاهالينا في جميع المحافظات. احنا خطه التطور بالنسبه لنا ما لهاش اي حدود خالص، لان هي فعلا ماشية مع خطة الدولة اللي هي لا تنتهي وملهاش أي سقف. فبالطبع بالنسبة لي الترفيه والرياضة ده كان أصلا جزء من أساس الشراكة، فهو ده اللي هتنعكس عليه الشراكة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. مساء الخير ومبروك على البروتوكول والتعاون والشراكة ما بين هيئة البريد وشركة استادات الوطنية. أنا أحمد درملي، صحفي في جريدة الشروق. سؤالي المهندس سيف زي الوزيري، كنت عايز بس الوحدات الاقتصادية التابعة لشركة استادات الوطنية متطورة ومتنوعة بشكل كبير جدا، هل ممكن نشوف في القريب العاجل مردود إيجابي اقتصادي واجتماعي للفكرة دي؟ هو بالطبع وجود الشركات الوطنية النهاردة له مردود على الاقتصاد، وبحكم كمان ان شركة استادات هي جزء من كل، وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. احنا كمنظومة طبعا بنقدم خدمات يمكن مش موجودة في حجم شركة يمكن في المنطقة كلها، فبالطبع ده هيبقى ليه انعكاس على الاقتصاد الرياضي بحكم ان احنا بندعم جميع مؤسسات الدولة سواء عن طريق البروتوكولات اللي فعلا بالفعل تم توقيعها مع وزارة الشباب والرياضة، واللي تم توقيعها مع هيئة المجتمعات العمرانية. ان شاء الله ان احنا يعني هنبتدي نلمس الكلام ده على الارض اكتر واكتر، خصوصا بعد الاعلان عن الشراكة دي. مبروك على الشراكة الوطنية بين شركة استادات والبريد المصري. أنا أحمد ناجي من بوابة الأهرام. سؤالي للمهندس سيف، هناك اهتمام غير مسبوق باللعبات المختلفة بعيدة عن كرة القدم، نحب نعرف رؤيتكم في فكرة نشر اللعبات دي في ربوع مصر واكتشاف المواهب، خاصة أن ده بيصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية. شكرا. طيب، هو بالفعل الرياضة جزء أساسي من بناء الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، فكان عندنا هدف مهم جدا حتة اكتشاف المواهب، خصوصا احنا النهاردة الحمد لله يمكن في وجود أبطال معانا عالميين وأولمبيين النهاردة،
ده معناه ان في فرصه اكبر بكتير ان احنا نقدر ان احنا نكتشف اكتر واكتر. وده كان هدفنا من الاول في تاسيس الليت سيتي كلوب، ان احنا فعلا نقدر نوصل لفئه الموهوبين في جميع المحافظات. فالبرنامج لاكتشاف المواهب موجود، وهو فعلا بالفعل شغال دلوقتي عن طريق الاكاديميات المفعله، ولسه ان شاء الله برضو هيتم الاعلان قريب بعد الشراكه دي عن برنامج ضخم جدا لاكتشاف المواهب الرياضيه. خالد رزق من كارتون تايم سبورتس، طبعا برحب بيكم ومبروك الشراكه المهمه دي. بس في سؤال مهم عن المواهب والناشئين، ايه البرنامج اللي موضوع للناشئين لدعمهم ثقافيا ولغويا ونفسيا؟ لان دايما اللاعبين المصريين بيكون عندهم مشكله شويه في الخارج في جزئيه اللغه والكاركتر بتاع الشخصيه. شكرا. طيب، هو طبعا يعني اشكرك على السؤال ده، كان بارت مهم جدا من الخطه اللي كانت موجوده، حته الصحه النفسيه للاعب. احنا لما جينا فكرنا في الاول كان الانديت سيتي كلوب ده عباره عن مشروع نادي رياضي اجتماعي ترفيهي، ولكن لما الموضوع اتطور وابتدينا نفكر فيه ازاي نطور مش بس المنشآت، ازاي كيفيه تطوير اللاعب جوه، ابتدى يتم إضافة منهج نقدر نقول إن هو إزاي يخلي اللاعب إن هو يقدر يتعامل تحت الضغوط اللي بتقابله فعلا في ممارسة الرياضة، سواء على المستوى المحلي والمستوى الدولي. فكان في بعض المشاريع اللي كان تم طرحها، يعني مش هقدر إن أنا أعلن عنها دلوقتي، ولكن هي فعلا فيها أجزاء تعليمية خاصة بإزاي كيفية تطوير اللاعب، وان هو يكون عنده يعني زي ما بيقولوا عليها كده mental toughness، ان هو يقدر يتحكم في النفسيه الخاصه به تحت الضغوطات. هشام صبحي، اكيد حضرتك عارفني يعني استشاري المشروع. طالما انتوا عملتوا تريد مارك وبقى ليكوا اسم في المارك، المفروض نبتدي نفكر بقى للخمس سنين الجايين نخش افريقيا ونعمل نفس المديول في افريقيا. ودي استراتيجيه الدوله دلوقتي، ان احنا بنساعد الدول الافريقيه، مش شرط نكسب بس المهم ان احنا يكون لينا مراكز في بعض الدول الافريقيه الهامه قرر فيها نفس البيزنس موديل اللي احنا عملناه هنا ونجح، خاصه ان احنا داخلين دلوقتي على سكه ان احنا نعمل تريد نيم او تريد مارك باسم سيتي او سيتي كلوب، ونقدر ننشرها في بلاد خارج مصر. مش هنقول في الدول العربيه او الخليج او اوروبا، لا، ممكن في افريقيا يبقى الموديول ممكن يبقى ناجح ويعمل ساوند كبير ويعمل شعبيه لمصر دول. متشكر ليك يا باشمهندس هشام. وهو ده يعني هو ده مش سؤال بقى، هو ده الاجابه. فحضرتك طرحت الفكره باجابتها، وزي ما كنت قلت في رد على اول سؤال، ان الخطط اللي مطروحه لافريقيا فعلا هي موجوده على اولوياتنا، وان شاء الله باذن الله هيتم الاعلان عنها قريب. شكرا. هل لدينا المزيد من الاسئله من الساده الحضور؟ خلاص انا عرفت نفسي قبل كده. انا بس عايز اسال شريف فاروق، يعني طبعا هل سبب دخولك او رغبتك البريد المصري ان هو يعمل شراكه مع شركه استادات؟ طبعا عايز اعرف برضو راي استاذ حسن عبد الله حول الشراكه ديت ورؤيته للموضوع. شكرا. بشكرك وبشكرك على السؤال ده. في الاول عايز اشكر المهندس سيف وزيري على التنظيم الرائع، وعايز اشكر الاعلاميه اللامعه جاسمين طه زكي على المقدمه اللي قالتها على البريد المصري. السبب، وده سؤال جيد جدا وهم، اي دخول استثمار، وانا بتكلم في استثمار وبجنبي المصرفي القدير الاستاذ حسن عبد الله
وكمان الأستاذ عصام الوكيل رئيس مجلس إدارة البريد للاستثمار، إحنا بننظر لحاجات محددة. أولاً مين اللي قائم بالمشروع ده؟ إيه جدوى المشروع ده؟ ومين الإدارة؟ هي دي أهم ثلاث عناصر أي جهة بتفكر في الاستثمار لازم تدخل فيها. المشروع بما يحمله من استراتيجية زي ما تعرضت بتتوافق جداً مع استراتيجية البريد. الإدارة إدارة محترفة ويشهد لها الجميع، والفرص كثيرة. البريد بطبيعته في العالم كله بيدخل في استثمارات، يمكن بيختلف عن البنوك. البنوك بيبقى عندها القدرة في تلقي الأموال والإقراض، إنما البريد دايما ينظر للفرص. فالفرصة في الاستثمار الرياضي ما كانش ممكن تكون أفضل من الاستثمار مع شركاء النجاح السادات. أنا طبعا بتوجه بالشكر للقائمين على إنجاح هذا العمل، ومتأكد إن إحنا إن شاء الله هنقدم حاجة للسوق المصري مختلفة في الفترة الجاية. أستاذ حسن عبد الله. شكرا شيف بيه. هو حضرتك أنا هنا نيابة عن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحنا هنا عشان نقول إن إحنا بندعم شركة السادات، وطبعا الشراكة المتميزة مع شريك ممتاز اللي هو البريد المصري. وإحنا الرؤية بتاعتنا واضحة في مجال الرياضة. إحنا عندنا خلال الشركة المتحدة هنجمع بعض النشاطات اللي حاليا متواجدة في شركات مختلفة، وكلها هتبقى تحت إن شاء الله شركة واحدة تقدر إن هي تعمل تكامل بين النشاطات المختلفة. الحاجة المهمة إن إحنا متلاقين كلنا كمجلس إدارة وكمجلس إدارة استادات ومع البريد، بإن إحنا ماشيين في اللي حضراتكم سألتوا عليه، اكتشاف المواهب، الدخول إلى أسواق جديدة، والأهم كمان إن إحنا عاملين مشاريع للتحول الرقمي أو الديجيتاليزيشن. فحضرتك هتسمعوا عن مواقع جديدة وعن أبليكيشنز في القريب العاجل. وأنا بكرر شكري لكل القائمين على العمل، وعلى مجلس إدارة السادات والسيد سيف، وطبعا أخويا وأستاذ أحمد دول يعني. وبصراحة مجلس إدارة البريد الاستثمار ده أنا أعرفهم واحد واحد واشتغلت معهم، حاجة يعني فيرست كلاس. متشكرين. لدينا المزيد من الأسئلة، إذن آخر سؤال تفضلي. سؤالي للأستاذ شريف، طبعا بعد الشراكة المهمة النهاردة، هل في خدمات إضافية ممكن تقدمها البريد لأعضاء سيتي كلاب مخصوصة يعني، أو خطة لإنشاء فروع من البريد المصري داخل الأندية؟ طبعا احنا عندنا خطة ان احنا نتواجد في جميع الأندية. وطبعا أستاذ محمد مرجان رئيس مجلس إدارة سيتي هيساعدنا بده كتير، متأكدين ان احنا تواجدنا مش بس هيبقى بتقديم الخدمات التقليدية اللي انتوا عارفينها، انما الأكشاك البريدية اللي بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت بتقدم خدمات متكاملة. احنا زي ما الأستاذ حسن قال، احنا رايحين للعالم الديجيتال وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل مختلف، بنغير شوية من العرض اللي شفنا فيه شركات مضاها الأستاذ سيف مع منافسين، إنما احنا مش عايزين نستحوذ على كل حاجة. وبنعيدكم إن طبعا هيبقى كل الخدمات الرقمية هتقدم بإذن الله. إذن هذه الشراكة والاتحاد الذي احتفلنا به اليوم هو نقلة نوعية بالتأكيد في مجال السوق الرياضي، هو بداية لخطوات كثيرة تلي هذه الخطوة لدعم وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وبالتأكيد أيضا تعزيز قوة مصر الناعمة. لنختتم هذه الاحتفالية وهذه الفعالية بتوجيه كل الشكر والتحية والتقدير للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، كما نشكر الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كل الشكر والتحية والتقدير أيضا المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السادات الوطنية، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار. وأخيرا كل مصري وكل مصرية في كل محافظة من محافظات مصر يقدر إن هو يمارس الرياضة، ده مش حلمنا ولكن ده واجبنا لجيل بكرة. شكرا جزيلا لحضرتك.
شفنا وتابعنا مع حضراتكم لحظة بلحظة ميلاد شراكة جديدة بين عملاقين.